بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، اليوم مع ضيف جديد وحلقة جديدة وأسئلة متنوعة، ومحور هذه الحلقة سيكون الصغار وقراءة القرآن في شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ زين. مشاهدينا الكرام، طبعا برنامجنا به مجموعة مكعبات، وكل مكعب يحتوي على سؤال، والسؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول، سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ اسمي محمد رضا محمد حسن، عمري 12 سنة، عنواني جمعية. المكعب الثاني سؤاله: في أي مرحلة دراسية؟ سادس ابتدائي. المكعب الثالث سؤاله: شنو طموحك العلمي؟ يعني شو تحب تصير من تكبر؟ من تكبر؟ طيار. ليش اختارت أن تكون طيار؟ أصير طيار حربي وأحمي الزوار. المكعب الرابع وسؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ أصوم وأقرأ قرآن وأصل. خليكم أنا حبيبي محمد رضا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس سؤاله: شلونك ويا الصوم العبادات؟ الحمد لله، أصوم وأصلي وأحب الصوم وأحب العبادة. المكعب السادس يطرح عليك السؤال ويقول: شنو يعني لك قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك؟ أحس قراءة القرآن حلوة ونور. المكعب السابع في سؤال يطرح عليك ويقول: أنت شيء أكيد يعني في شهر رمضان تسمع القرآن، فيا قارئ قرآن تحب تسمعه؟ حدي مصطفى الصراف. المكعب الثامن والأخير يطرح عليك السؤال: إذا أنت في اليوم راح تقرأ قرآن قدام أحد الأئمة، يا إمام راح تختار حتى تقرأ قدام القرآن؟ مولى الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا لك حبيبي، وإن شاء الله تتوفق بحق الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة. أحبينا أن نهديكم حديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: الصوم في الحر جهاد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.